نحن في زمن ما يسمى بالفاشينيستات اللي تتقرب إلى بعض المسؤولين على مستوى سياسيين، على مستوى ضباط في القوات الأمنية وفي الجهات الأمنية، وبالتالي هذا الموضوع يسيء بصورة عامة للعراقيين عموما. والله هذا الموضوع هو إساءة للمؤسسة العسكرية برمتها، يعني ليس اليوم الأمر هو يقتصر على شخصيات تمارس هذه الأمور، وإنما يعني تعرف اليوم هذه الشخصيات هي ترتدي البدلة العسكرية، ترتدي القيافة العسكرية، فبالتالي هذه الإساءة راح تكون للمؤسسة العسكرية برمتها وليس للشخصيات المحدودة، فبالتالي على الجهات الحكومية أن تضع حد لهذه الظاهرة، تحديداً اليوم هذه الظاهرة أخذت تتفشى بشكل كبير. تصرفات بعض الشخصيات تابعين إلى مؤسسة وزارة الداخلية من خلال استغلال التواصل الاجتماعي والابتزاز في بعض الحالات، هذه ظاهرة لا تمثل ذوق ولا تمثل واقع حضاري لمؤسسات عريقة جداً في تكوينها وفي مؤسساتها. طبعاً هي إهانة للجيش، وإذا هاي الرتب مستواها بشكل عالية وشوفها من حذرة وهاي الناس، يعني كارثة على المستوى العالمي، سمعة العراق زبت إذا وزارة الدفاع بهالمناصب الحساسة بهالعظمة هاي وشوفها يسقط من خلال فساد من خلال ابتزاز، هذا كارثة على الشعب العراقي. أهلا بكم في حصاد الأيام. من ينقذ من ومن يدين من إذا كان الجاني والضحية في بيت واحد؟ ضباط بمراتب مرموقة يبتزون المؤسسة الأمنية ومنتسبيها بصفحات وأسماء مستعارة، فما هي الغايات وكم يبلغ عدد الضحايا؟ لسنوات ونحن نغير بالمواقع والتسميات، ومواقع التواصل تروج لفلان وتفتك بفلان. أما الآن فما خفي قد بان، فهل ستعود المؤسسة الأمنية لمسار النزاهة، أم أن المهمة ستورث من قائد إلى آخر؟ أهلا بكم. إذن مشاهدينا الكرام، ملفنا الأول راح نتحدث به عن إحالة ضباط متورطين للأمرة بعد ثبوت تورطهم باستخدام مواقع التواصل الاجتماعي بأسماء وهمية ومستعارة لابتزاز المؤسسة الأمنية والإساءة إلى رموزها، فضلا عن ابتزاز ضباط ومنتسبين ومساومتهم. نناقش هذه التفاصيل وهذا الملف مع الخبير الأمني اللواء الركن المتقاعد عبد الكريم خلف. رمضان كريم ومرحبا بحضرتك في حصاد الأيام. أهلا بحضرتك سيادة اللواء. اللي المفروض يحارب المحتوى الهابط، ليحارب المبتزين ومن يسيء إلى المؤسسة الأمنية وإلى الضباط والمنتسبين، نراه اليوم هو المتهم الأول بقضية الابتزاز والإساءة للمؤسسة الأمنية. شنو اللي جاي يصير بالضبط؟ وين احترام وهيبة المرسوم الجمهوري؟ تفضل. شكرا جزيلا، تحية لمشاهديك ولحضرتك. أهلا بحضرتك. حقيقة المؤسسة العسكرية والأمن، يعني الدفاع والداخلية والأجهزة الاستخباراتية مؤسسات حساسة، مؤسسات يعني هي مسؤولة عن الوحيدة يعني على مستوى كل العالم، يعني ليس فقط في العراق، اللي تعطى دائما إجازة بالقتل حتى تحمي البلد تحمي الناس، فهي المؤسسة الوحيدة اللي سلاحها مرخص من الدولة وفيه
هذه الدرجة العالية من الشرف اللي ظهر في وسائل التواصل الاجتماعي واللي أعلنت وزارة الدفاع والأخ الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، مؤسف جدا الأسماء كما تفضلت حضرتك، أسماء لامعة وأسماء كبيرة وكان لهم دور مهم في لسنوات طويلة. نعم يعني كان هم يتصدرون المشهد في الجوانب الاستخباراتية والأمنية والإعلامية ولديهم بصمات وبصمات مؤثرة ويمتلكون أيضا سمعة كبيرة في قيادة دوائرهم بشرف وبنزاهة، ولم يطرح أسماء الجميع يعني نقاط باتجاه أن هؤلاء الأشخاص. نعم. ثم التكليف اللي حصل من السيد القائد العام للقوات المسلحة على اعتبار أن هذا الموضوع فيه درجة حساسية عالية بتكليف رؤساء أو يعني وزير معالي وزير الداخلية معالي جهاز الأمن الوطني. إذا تسمح لي قبل أن نناقش عمل هذه اللجنة وهذا التكليف، إذا تسمح لنا نروح فاصل قصير ونرجع. إذن مشاهدينا فاصل قصير ونعود. إذن هذه عودة مجددا مشاهدينا الكرام. الفريق الركن المتقاعد عبد الكريم خلف، أرحب بحضرتك مرة أخرى. نناقش اللجنة التي تم تكليفها بمتابعة هذا الموضوع، تفاصيل إذا تتوفر عند جنابك أنه كيف وصلت الأمور ووصلت هذه المعلومات وحتى هذه اللحظة. تفضل. هو الحقيقة شوف التكليف أجا من أرفع يعني موقع في الدولة اللي هو السيد القائد العام للقوات المسلحة، بمعنى أنه الموضوع حساس إلى درجة جدا كبيرة. عندما يكون رئيس اللجنة معالي وزير الداخلية هو فريق أول عبد الأمير الشمبري، وعضوية الفريق عبد الكريم فاضل أو علي البصري اللي هو على رأس جهاز الأمن الوطني، نشوف حساسية هذا الموضوع وحجم تأثيره على وزارتي الدفاع والداخلية والأجهزة الأخرى. يعني التحقيق شمل أكثر من 100 ضابط وهذا عدد كبير جدا يعني. والحقيقة موضوع التحقيق لا يعني الإدانة أبدا، موضوع التحقيق هو منح صورة للقضاء العسكري حتى يكون يعني يجمع كل حيثيات القضية وعمقها وأسبابها والمتورطين فيها وأيضا تفاصيل هذا الجرم، ويقوم بسحب صور من هذه المواقع وتكون في أوراق التحقيق وترسل إلى المحاكم العسكرية. في وزارة الداخلية توجد محاكم عسكرية وفي وزارة الدفاع توجد محاكم عسكرية. الموضوع يعني مع الأسف الشديد يعني إحنا أمام موجة من قضية الجيوش الإلكترونية اللي غزت مواقع التواصل الاجتماعي، قسم منها يتبناها سياسيين، قسم تتبناها أحزاب، قسم تتبناها جهات يعني ليس لها وجود في الدولة، وبعضهم أنشأ ما يسمى بالجروبات وبتسميات يعني تدخل إلى جروب فيه 200 أو 300 ألف أو 500 ألف أو مليون بشر، وكل ما يذهب خبر بسيط يتناولوا هؤلاء على مواقعهم ويصبح مثل حقيقة. يعني هو الغاية غزو الرأي العام والتغيير وجهة نظر الرأي العام عن طريق التزوير. قسم معلومات حقيقية تؤخذ من المؤسسة
وهي معلومات حمراء لا يجوز تداولها، لكن تنشر بالطريقة اللي تناسب غاياتهم. بالضبط. إذن يعني هو الموضوع برمته هو موضوع بعيد عن أخلاق المهنة، بعيد عن ضوابطها، بعيد عن التزاماتها. هناك ضوابط في المؤسسة العسكرية والأمنية يجب أن يتحلى بها الضابط ورجال الأمن. سيادة الفريق، عمليات الابتزاز شلون تكون؟ لكن ببساطة اليوم نريد نوصل صورة مبسطة للمشاهد. هو مثلا يعني أنا باعتقادي أولها التنافس، تنافس عندما تكون هذه المجموعة أو المجاميع المغلقة يستهدفون شخص ما. هذا الشخص ربما في موقع معين، هذا الموقع يعني مطلوب إزاحة هذا الشخص، يتم تشويهها بصورة أو بأخرى عن طريق يعني تعرف صناعة الرأي العام الآن ليس بالتلفزيون أو عن طريق يعني وسائل أخرى، مواقع التواصل الاجتماعي تستطيع صناعة الرأي العام بسرعة البرق، مثل ما يحصل الآن. يعني شفنا إحنا اللي حصل في البصرة، ظرف يعني أقل من ساعة مع الأسف الشديد، مع الأسف الشديد، وهذه ليست أخلاق يعني العراقيين اللي يعني متعرف عليهم إنه العراقيين يعني لا يتداولون بمواضيع حساسة تخص جانب اجتماعي وتهديم أسر وما إلى ذلك، ولكن مع هذا شفنا مواقع التواصل الاجتماعي تقوم بالتغطية، وعندما تتصفح الفضائيات ما تجد هذا الشيء موجود بالفضائيات. الفضائيات تحكمها ضوابط، ولكن مواقع التواصل الاجتماعي فيها الكثير من الناس يعني من البسطاء ولديهم صفحات ومواقع وما إلى ذلك. نعم. تشويه السمعة والقيام بالرد أو تبيان الحقيقة لاحقا أمر جدا صعب عندما ينتشر خبر. هذا استهداف الشخصية، عفوا. نعم. استهداف شخصية معينة عندما تنتشر بهذا الحجم. أنا أتحدث مثلا عن بعض الجروبات اللي فيها يعني موجودين أصدقاء أو ما يسمى متابعين بأعداد مئات الآلاف، هذا كل واحد راح يخرج خارج هذا الجروب راح يشكل خبر، خبر لكثير من الناس. فعندما يتصفح الناس هذا الخبر في مواقع عديدة ويجد ذات الخبر يتكرر، يدخل في ذهن المتلقي كأنه حقيقة، دون طبعا هو ليس قاضي وليس جهة قانونية حتى يتحقق. هناك نخبة بالضبط. الأسماء اللي انذكرت المتورطين بهذا الموضوع أسماء كبيرة ولامعة في الأجهزة الأمنية والعسكرية وغيرها. طيب، اللي يقدر يمارس الابتزاز على الضباط والمنتسبين وغيرهم بهذه الأساليب بهذه الطرق، ما ممكن يكون فاسد بأمور غيرها على مدى هاي السنوات اللي شغل بها مناصب حساسة بالوزارة؟ هو لحد الآن لم تثبت بدليل قاطع. بالمناسبة التحقيقات الآن لم تكتمل، يعني دائما في المؤسسة الأمنية والعسكرية الضابط اللي يشغل موقع حتى ما يكون يعني هذا الموقع يتأثر بشخصية الضابط يستبعد وتجري التحقيقات. التحقيقات عندما تجري هذا عمل مشروع للمؤسسة، ولكن هل ثبتت لحد الآن؟ لم تثبت. يعني هناك الطريقة التي يتداول فيها القانون طريقة عادلة، تؤخذ إفادات هؤلاء ومحيطهم ومن له علاقة بالموضوع ومن مشارك ومن داعم ومن مول هذه الصفحات، وبعد ذلك يتم عن طريق التقنيات بمساعدة الأخوة في جهاز الأمن الوطني وتقنية المعلومات في وزارة الداخلية في قسم الاستخبارات يجري الولوج إلى كل هذه الصفحات لتفكيكها وجلب ما يمكن جلبه من هذه المعلومات، ثم يعني توضع في ملف وبعد إكماله يرسل إلى المدعي العام في المحاكم العسكرية اللي بدوره يراجع كل هذه الملفات ويوجه التهم ثم تبدي المحاكمة. يعني لما يوصل الموضوع عن وصول أسماء قادة كبار إلى الرأي العام إلى الإعلام واتهامهم، وحتى رئيس الوزراء يقوم بمعاقبة أو محاسبة رئيس جهاز الأمن الوطني وغيرهم من الشخصيات، من الممكن بالتالي أن يكونوا أبرياء؟ هو لحد الآن ليس هناك تهمة، يعني لم لازم من توفر معلومة حتى لم توجه التهمة، ومن الخطأ الكبير أن يتم تداول هذا الأمر في وسائل الإعلام قبل أن تثبت التهم وقبل أن تثبت المحاكم في القضية، لأنه لا زالوا أبرياء. عندما يصدر هكذا موضوع على هذه الأسماء والأسماء تداول وبعدها على سبيل المثال، وهناك حتى ولو نسبة ضئيلة من أنهم
ربما تصدر حكم بالبراءة، هذا راح يعني يجعل من مستقبلهم في مهب الريح. من الصعب إقناع الناس بأن هؤلاء قادة قدموا ما قدموا. والشخصيات اللي أقصدها إذا كان الأخ بالداخلية أو الأخ في وزارة الدفاع، لا ننسى تاريخهم ولا ننسى ما قدموه، ويجب أن ننتظر ونتريث. حقهم علينا كعراقيين أن ننتظر لكي تكون المحاكم هي الفيصل في هذا، والمحاكم لا تصدر الأحكام جزافة ولا تصدر الأحكام على ضغط الرأي العام أو مشاكل أبدا. المحاكم لديها ضوابط، وهذه الضوابط هي تلزم المحكمة وتلزم القضاة والقائمين على المحاكم أن تكون منصفة وعادلة مع زملائهم. يعني لا يمكن سيادة الفريق لازم تتوفر على جنابك فد معلومة أنه كيف وصل الموضوع وكبر الملف حتى وصل الموضوع إلى الرأي العام بهذه الصورة. شوف يعني بدأ شرارة الموضوع، كيف تم التوجه والانتباه إلى الموضوع؟ التعرض لبعض الشخصيات كان من قبل هذه المواقع، بعض الشخصيات المهمة في وزارة الدفاع وفي الداخلية، جعل جهاز الأمن الوطني يتابع هذه الصفحات. جهاز الأمن الوطني لديه تقنيات مهمة في الولوج إلى مواقع التواصل الاجتماعي وفي تفكيكها ومعرفة العنوان والاسم والداعمين ومواقعهم. يعني أحد الأشخاص كان في لندن وأشخاص آخرين موجودين في بغداد. لهذا يعني ليس في التقنية، في تقنية المعلومات التي تمتلكها وزارة الداخلية ويمتلكها جهاز الأمن الوطني، ليس هناك صعوبات. هي مجرد تحريك شكاوى أو مجرد صدور أوامر بمتابعة هذا الملف، يجري التعامل معه بدقة عالية ومعرفته. يعني أنا شخصيا تعرضت إلى كثير من هذه، وذهبت إلى الأخوة في جهاز الأمن الوطني في حينها وشفت قدراتهم وإمكانياتهم. لديهم شباب يعملون في هذا الاتجاه ولديهم قدرات وإمكانيات في الوصول للمبتز والوصول إلى المواقع الكاذبة. ومن أين؟ يعني أحد المواقع كان في روسيا بالنسبة اللي هاجموني مثلا على سبيل المثال، ومواقع أخرى في داخل بغداد. يعني هذه الإمكانية متيسرة لدى. الآن إحنا عندنا في جهاز الأمن الوطني رجل نزيه ومعروف للعراقيين بعدم مجاملته وتفانيه ومتابعته لكل التفاصيل اللي تهم أمن العراقيين، وهو فعلا قريب من الناس. حتى في الحملة اللي سبقت هذا الأمر أنه إحنا بظهركم، هو يريد يطمن العراقيين أن الابتزاز لم يعد أمر مخيف في مواقع التواصل الاجتماعي. نحن نصل إلى المبتز، ولكن عليك أن تساعدنا أن تقول هناك ابتزاز أتعرض إليه. لهذا في, في, في قضية عامة وقضية تخص مؤسستين هامة وتمادي هذه المواقع في استهداف بعض الضباط وقيادات مهمة، كان من الضرورة الحركة لإنهاء هذا الملف وإعطاء رسالة للآخرين أن هذا الأمر لن يمر مرور الكرام، والدولة قادرة بأجهزتها التقنية أن تصل إلى هؤلاء. الأسماء اللي ذكرت من وزارتين مختلفة حسب المعلومات المتوفرة عند جنابك، ممكن يكون أكو ارتباط ما بين الشخصيات رغم اختلاف الوزارات اللي يعملون فيها. هو الحقيقة الآن يعني الحديث في تفاصيل هذه القضية صعب، لكن أقدر أقول أنه 100 ضابط من الوزارتين زين، وموجودين حتى في مكاتب حيوية في الوزارتين في مكاتب مهمة، وهم موضع ثقة. هذه مشكلة كبيرة، موضع ثقة المؤسسة ووضعهم ضباط برتبة مقدم وبرتبة أكبر. يعني هذا الأمر يعني المقدم تعرف هو يعتبر من فئة القيادات، يؤخذ إلى سلام خذ كما يؤخذ إلى رئيس الدولة. يعني هذا المقدم رتبته حيوية وكبيرة ويدخل ضمن خانة القيادات. احنا عندنا الأحداث والأعوان والقيادات، هذا قيادات. لهذا لا أعتقد يعني لن يكون هناك، ما أعلن السيد ناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة الأخ العزيز اللواء يحيى رسول أمر السيد القائد العام، بالتأكيد ستكون هناك توضيحات إذا أحيلت للمحاكم وإذا أدانت للمحكمة هؤلاء الأشخاص والقيادات. ولكن أنا باعتقادي الآن هذا الإعلان يعني كان له وقع كبير وحكم مسبق على هذه القيادات لسنا بحاجة إليه. يعني كان هناك ممكن أن نتريث أسبوعين ثلاثة شهر شهرين، وبعد حتى إذا كانت إدانة تعلن وإذا كانت براءة فالأمر لا في حال ثبتت الإدانة، شنو برأيك الإجراءات اللي تتناسب طبعا مع حجم هذا القضية؟ السيد القائد العام لديه صلاحيات كبيرة في هذا الجانب،
وهو متفرد في هذه الصلاحية بموجب المادة 78 من الدستور، وبإمكانه عمل الكثير. ستكون هناك عقوبات قاسية جدا باتجاه هذه القيادات، ومنها الإحالة على التقاعد بموجب المادة 4 ألف، عدم احترام ضوابط وآداب الخدمة، وهذه معروفة يعني في الوسط الأمني والعسكري. وبموجب قانون الخدمة والتقاعد لوزارتي الدفاع والداخلية والأجهزة الأخرى، هذا قانون يعني هناك صلاحيات حتى لرؤساء الأجهزة، يعني معالي الوزير لديه صلاحية، والسيد القائد عام هو لديه الصلاحية الكبرى في هذا الجانب. لا نتمنى أن تصل الأمور إلى يعني هذا المستوى، ونتمنى أن تكون الأمور ربما فيها لبس، خاصة على الشخصيات المعروفة التي قدمت للبلد الكثير، وهم كانوا في مقدمة الأجهزة الأمنية التي شاركت في مكافحة الإرهاب والجريمة، وقدموا الشيء الكثير، وكانوا أيضا عنوان ومهم لثقة المواطن في المعلومة وثقة المواطن بالصحافة والإعلام وما إلى ذلك. البعض يجهل خطورة الموضوع، يقول لك إنشاء جروبات لمدح شخصية معينة لإبرازها وأظهارها للناس بالصورة اللامعة، تسقيط بعض الشخصيات، ما بيديش الخطورة اللي تأثر على المؤسسة الأمنية بشكل عام دون إدراك أبعاد هذا الموضوع. كيف يؤثر هذا الموضوع على خاصة بحساسية الوزارات اللي حصل؟ الوزارات الأمنية ليست يعني السيد وزير الدفاع أصدر أمر مهم، وهو إبعاد جميع الضباط والمنتسبين عن مواقع التواصل الاجتماعي بصفتهم الرسمية. يعني بإمكانك أن تقول أنا عبد الكريم خلف و خلاص معروف فلان، بس ما تنتمي للمؤسسة العسكرية، وانت قائد فلان جهة، انت قائد فرقة، انت امر لواء، انت كذا، هذه لا. ليش؟ المؤسسة العسكرية هناك سيستم بناء في التقييم، يبدا من الجندي وينتهي بالقيادات العليا، هي ليست بحاجة الى التلميع. مواقع التواصل الاجتماعي لا تؤثر في قضية تلميع الضابط او الإساءة، ولكنها من ناحية الإساءة يعني تؤثر على العائلة والسمعة أمام الرأي العام. هذا هو الفرق بين استخدام هذه المواقع. والمؤسسة عندما تكون بها ضوابط مشددة بهذه الطريقة وسيستم معروف لدى الجميع، فهذا يعتبر مخالف لعرف المؤسسة. بالمناسبة في المؤسسة العسكرية والأمنية هناك عرف أقوى من القانون، اللي هو متداول متوارث. يعني أحياناً يعني في الأعراف على سبيل المثال، أنا يعني عميد متقاعد، وشاهدت أحد اللي كانوا تحت أمرتي وهو برتبة فريق، مجبور أنا بموجب العرف يعني أقدم له الاحترام وأناديه بكلمة سيدي وأستعد له، وأكون كأنما أنا أمام ذاك التلميذ اللي في ذلك الوقت. هذا واحد من الأعراف. الأعراف بها تقاليد مهمة وبها تربية أخلاقية كبيرة. يعني من الصعب الآن يعني أن تجد البعض يعني يتجاوز يعني هذه التجاوزات اللي تحصل، وقسم منهم ضباط برتب صغيرة حتى الأعراف هاي ما يعرفوها، لقلة التدريب، لقلة المعلومات، ضخ المعلومات يأتي عن طريق صناعة القيادات من قبل قادتهم وأمرهم. زين، هذا إذا قائدهم أو أمرهم هو ما عنده خبرة وتاريخ في هذه المؤسسة، ويجي عن طريق الأحزاب، شنو اللي يقدم؟ ما يقدم شيء. هذه المؤسسة تبقى فيها نواقص، وفيها تبقى ثلمات كبيرة، وتتحول إلى مؤسسة تهريج في البعض. يعني بعضهم يعني ما يعرف شنو هاي المؤسسة وتقاليدها وعلاقتها، مجرد مهرج ويشيل رتبة. هذا يعني هذا الشيء صنعته الأحزاب، صنعته الأحزاب بطريقة جنونية، وأثر في بناء المؤسسات. تراجع العمل الأمني ما يأتي إلا عن طريق يعني قلة الضبط، والضبط هذا عمود مهم ترتكز عليه كل ما يبنى من المؤسسة العسكرية والأمنية. المؤسسة العسكرية والأمنية عندما يكون فيها ضبط عالي، بالتالي بدأنا على ما أعتقد بعملية بناء صحيحة، خاصة في عهد الحكومة الحالية نشاهد محاسبة ومتابعة حقيقية، خاصة لقادة الجهات الأمنية، كانت في وزارة الداخلية أو الدفاع. الآن يعني سيد القائد العام أعطى مساحة واسعة للقيادات، يعني موجود السيد الفريق الأول عبد الأمير الشمال على رأس وزارة الداخلية، وهو ضابط متمرس وعمل بتدرج بكل المناصب تقريبا. فتشاهد أداء وزارة الداخلية ارتفع وبشكل كبير.
السيد وزير الدفاع من عائلة مرموقة وأيضا كان ضابط في المؤسسة العسكرية، يعرف تفاصيلها وترتيباتها. عدا هذا أيضا رئيس أركان الجيش فريق عبد الأمير، شفناه أيضا في مناصب مهمة ومتدرج إلى أن وصل إلى مرحلة رئيس أركان. إذن المؤسسة فيها هذا النوع من التوازن في قضية. تعزو هذا النجاح إلى اختيار الشخصيات اللي جعلها تتحقق هذه الأمور، أم إلى الصلاحيات ربما اللي يعطيهم يا رئيس الوزراء؟ السيد رئيس الوزراء داعم ساند لقراراتكم مثلا، سواء كانت الشخصية اللي تحاسبوها تابعة لأي جهة كانت. السيد رئيس الوزراء داعم إلى المؤسسة، ولكن لا ننسى لا زال دور الأحزاب مؤثر في الوزارتين. يعني إحنا مشكلة الأحزاب هذه مشكلة عويصة، يعني هم حتى في دورات عديدة عندما تشكل الحكومة يقولون الدفاع والداخلية خارج المحاصص، وهذا يعني الأحزاب دائما تكذب. يعني صحيح الشخصيات الآن اللي اختاروها مهمة وخارج المحاصصة، ويعني مسرور العراقي إنه يشوف ضابط مثل فريق عبد الأمير وأيضا معالي وزير الدفاع الحالي، لكن يعني بشكل عام الاختيارات الحزبية والتأثير الحزبي حتى لو كان قائد المؤسسة أو الوزير خارج المؤسسة يبقى تأثير ونفوذ الأحزاب على المؤسسات وإعاقة عملها قائم. يعني أي وزير الآن يستطيع تجاوز طلبات السياسيين؟ من المستحيل. طلبات السياسيين أحيانا يعني ليست برغبة ورضا الوزير، ولكنها تفرض على الوزير أن يقوم بتلبية طلباتهم، ولهذا يصير تأثير على المؤسسة العسكرية. هذا أصبح عرف على مدى الحكومات المتعاقبة. إذن الفريق الركن المتقاعد عبد الكريم خلف، أشكرك جزيل الشكر على هذه المتابعة، شكرا جزيلا لك. إذن مشاهدينا ختام الملف الأول، ننتقل معكم إلى أبرز التغريدات في منصة إكس حول قضية تورط ضباط بعمليات ابتزاز داخل المؤسسة الأمنية والعسكرية. إذن مشاهدينا نفتتح الملف الثاني بتقرير الزميل شيبان سامي، ابقوا معنا. ظروف صعبة مر بها العراق على مدار السنوات الماضية، خصوصا الظروف المحيطة بالشباب، لكن اليوم بوصلة السعادة تتجه إلى العراق وتضعه في المرتبة 7 عربيا والثانية 92 عالميا في مؤشر السعادة العالمية بعد تحقيق الأمن والاستقرار وتوفير فرص العمل. واضح اللي تشوفه بعيوننا يعني سبب لنا يعني مرتاحين سعداء من ناحيه الفرص العمل اللي توفرت، التعيينات اللي فتحت، القروض اللي صدرت. يعني حاليا يعني اكو مبادرات دا تصير باتجاهنا، فمن الطبيعي انه راح نكون سعداء. يعني ما اعرف شو اقول، هاي الفتره صار يعني شويه احسن، الدوله شويه انتبهت للشباب، يعني فرص عمل صار شويه اكثر من قبل، بالنسبه كذلك السعاده صارت بالنسبه عن وطن عربي، لعبة الخليج سابقا، الألعاب الجاية إن شاء الله آسيا وغيرها إن شاء الله صير هنا، لذلك صار عندنا شوية تطور. يختلف منظور ومفهوم السعادة من فرد لآخر، مواطنين يرون أن الوسائل التي تحفز الإنسان على إحساسه بالسعادة هي أن تحيط بأشخاص إيجابيين ستكون أكثر سعادة من الأشخاص
المتشائمين. السعادة احنا اللي نحتاجها، اللي نريدها، الاستقرار، الراحة النفسية، حتى فيما يتعلق بالأصدقاء، من تختار ما تقول اختيارك سليم حتى ترتاح من وراها، حتى ما تعاني من مشكلة بعدين. رغم إحرازه المرتبة السابعة عربيا، يواجه الشباب العراقيين تحديات كبيرة، إلا أن كل واحد منهم وجد طريقه الخاص للبحث عن السعادة. من بغداد شيبان سامي، الأيام الفضائية. إذن مشاهدينا، ملفنا الثاني راح يكون عن تحقيق العراق المرتبة السابعة عربيا في مؤشر السعادة مع الباحثة في الشأن السياسي سهاد الشمري. مرحبا بحضرتك ورمضان كريم. أهلا بحضرتك ورمضان كريم عليك. بداية نبارك للشعب العراقي هذا التقدم بمؤشر السعادة وحصوله على المرتبة السابعة عربيا والثانية والتسعين عالميا. شلون نقيس مفهوم السعادة؟ شلون ممكن يكون الإنسان سعيد؟ يعني هي اولا هناك عده مقاييس للسعاده. اولا هو اجمالي دخل الفرد، ومن ثم الواقع الاقتصادي الذي يكون بمستوى الدخل والمعيشه فيه، ومن ثم الواقع الامني في بلاده، ومن ثم مدى يعني شعوره بالاستقرار في البلاد وشعوره بان هناك امن بما يخص في قراراته، او في حتى لو كان يعني في الصحافه الحره، في اي مجال من مجال الاعمال، وايضا تقدم ونمو الاقتصادي والامني للبلاد. لانه اليوم مقاييس، يعني اول ما تبدا مقاييس الدول في جانب التطور تنقاس بالجانب الامني والجانب الاقتصادي. على الوضع العام انه هناك يعني كان في العراق وضع متراتب سابق، كانت هناك اخطاء سياسيه سابقه متراكمه ادت الى اهمال الجانب القطاع الحكومي وايضا القطاع الخاص، وجعل موازنه في مديات إيجاد تعيين للشباب العاطلين عن العمل، ومن ثم الخريجين، ومن ثم الفتيات الخريجات واللاتي لم يلتحقن في الدراسة. اليوم عندنا في العراق نسبة الشباب الموجودة في يعني آخر إحصائية، نسبة الشباب في المجتمع العراقي ما يقارب 60%، وهذه ثروة كبيرة يجب استثمارها. هناك مقاييس يجب أن تكون يعني تأخذها الحكومة العراقية بعين الاعتبار بالنهوض بجميع القطاعات حتى نصل إلى يعني مفهوم السعادة أو مديات فهم السعادة لدى المواطن العراقي. إذن التقدم بالمرتبة أو بالتصنيف للعراق معناه أنه تم العمل على هذه المقاييس، بالتالي الوضع الأمني هناك تطور فيه، الوضع الخدمي وحتى الوضع الصحي والخدمات الصحية المقدمة. إذا نجي اليوم نفصل هذه المقاييس، نبدأ بالوضع الأمني، كيف تأثيره بشكل أو بآخر على مفهوم السعادة، وحتى الوضع الصحي والاجتماعي والاقتصادي المهم طبعا جدا. يعني هو لو قارنا في الوقت الحالي أو الحكومة الحالية بالحكومات السابقة، كان هناك فترات غير مستقرة من الحكومات السابقة، كان هناك خلافات سياسية تطفو على سطح المشهد السياسي العراقي، كان هناك إهمال للجانب الاقتصادي وعدم وجود خطط خمسية أو عشرية لإدارة البلاد. الحكومة الحالية وضعت خطط إنتاجية، أولا بدأت باستثمار الغاز، خطط لاستثمار الغاز حتى لو كانت على المدى البعيد أو الطويل، لكنها أسست لهذا المفهوم لأجل دعم قطاع الطاقة، لأن اليوم الكهرباء في العراق تعمل على الغاز الذي يستورد من دول الجوار، فبالتالي تكون هذه لخلق موائمة في الجانب الخدمي الذي يطلبه المواطن. ومن ثم النهوض بالقطاع الاقتصادي، دعمت الموائد العراقية بسلة غذائية وعطتهم يعني للمواطن العراقي مفردات غذائية في رمضان، أربع مفردات كانت، لأجل خلق توازن في السوق المحلي بسبب ارتفاع سعر الصرف الناتج عن العقوبات من البنك الفيدرالي الأمريكي. ومن ثم كانت هناك محاولة جدية من الحكومة الحالية بتقريب وجهات النظر بين القوى والمكونات السياسية، وهذا ما شهدناه اليوم من زيارة السيد السوداني إلى أقليم كردستان، ذهب للقاء السيد البرزاني لأجل إيجاد تفاهمات تترتب على المشهد السياسي العراقي وخلق أجواء من الممكن أن تذهب للبلاد بتوحيد وجهات النظر والرؤى السياسية والاقتصادية، لأن اليوم الجميع يذهب بنهضة حقيقية. حل وتصفير الأزمات السياسية له علاقة بمؤشر السعادة وتقدمه وتأخره. بالتأكيد اليوم أنت عندك وضع سياسي يكون مستقر، حكومتك تكون مستقرة، لا يوجد خلافات فيما بينها، تذهب
النهوض بجميع القطاعات، سواء القطاع الاقتصادي، القطاع الصحي، القطاع التعليمي، وأيضا عندنا شباب عاطلة عن العمل، جيوش لدينا عاطلين عن العمل. هناك قطاع خاص مهمل، هناك مطالبات بإيجاد التعيينات من قبل الجانب الحكومي. يعني أنت اليوم الشباب يسلط ضوء الخريجين عن من الكليات والجامعات وحتى الدراسات العليا. نتحدث عن فرص العمل في ظل هذه الحكومة، يمكن تم تعيين عقود بوزارة الداخلية وأيضا مجلس الخدمة الاتحادي، ويمكن هذا اللي حصل في هذه الحكومة إذا ما نسيت شيء. بالتأكيد يعني ذكرت لحضرتك أن اليوم الحكومة جادة على حلحلة الأزمات المتراتبة التي كانت ترحل عبر دورات سابقة، اهتمت بأهم القطاعين، بالإضافة إلى تثبيت عقود وزارة الكهرباء، اهتمت بهذه المواضيع. لكن من غير المعقول تعيين جميع الخريجين في جميع الكليات بدوائر الدولة أو القطاع الحكومي، ومن ثم نذهب إلى ترهل حكومي، ومن ثم انكماش في الاقتصاد العراقي، ومن ثم يعني انهيار الاقتصاد العراقي. إذن نحتاج التوجه للقطاع الخاص، نحتاج إلى تفعيل القطاع الخاص ودعم المشاريع الصغيرة ودعم الشباب الموهوبين إن لديهم مشاريع يعني خاصة بهم، بإعطاهم قروض ميسرة، وأيضا هناك يكون دعم لتوجهات هؤلاء الشباب. لدينا فتيات لديهم أيضا أعمال يعني تخصهم، يعني تكون كعمل خاص لكنهم يحتاجون الدعم. من الممكن أن تكون هناك رؤية حقيقية لأجل الاستفادة من هذه المواهب وأجل خلق توازن في الواقع العراقي، لأنه إحنا كل سنة عندنا خريجين وكل سنة تكون نفس المعاناة. فبالتالي الحكومة الحالية هي عازمة على إيجاد خطط حقيقية لجميع هذه المشكلات. يمكن متطلبات الشاب العراقي بسيطة، يعني إذا توفر له وضع أمني مناسب وفرصة عمل، ما توقع يريد أكثر، يعني سقف المطالب مو مرتفع. شوف، هي إحنا لو شفنا المنظر السياسي العراقي منذ ثمانينيات القرن الماضي ولحد الآن، من عسكرة مجتمع، من حروب، من حصار، ومن ثم تغيير النظام، ومن ثم كان هناك العراق يعني بمعزل عن العالم لمدة 35 عاما، يعني هذا الموضوع كان واضح. فبالتالي أنه هذه المواضيع يعني أثرت بصورة مباشرة على تركيبة وشخصية المواطن العراقي. هناك كانت عدة عوامل أيضا أدت إلى أنه هي لا نقول أنه ترك حقوقه، لكن أبسط ما يحلم به هو السلام والبنى التحتية، يعني هي اللي مفروض توفرها أي دول، مثل الخدمات، الكهرباء، الماء، التبليط، المدارس، القطاع الصحي، التعليم. هذا يعني هو أبسط متطلبات المواطن. لكن إحنا بالعراق في الفترات يعني منذ تشكيل أول حكومة عراقية ولحد الآن كان هناك إهمال بصورة واضحة لجميع هذه القطاعات، فأصبحت هناك مشكلات متراتبة. طغت الخلافات السياسية على المشهد السياسي العراقي، بالتالي كان هناك خيبة أمل من المواطن العراقي بالحكومات المنتخبة تجاهها، فهذا ما شهدناه من عزوف المواطن العراقي عن الذهاب لصناديق الاقتراع. إذا نتحدث عن الموضوع أو الوضع الصحي اللي أيضا إلى ارتباط وثيق بمؤشر السعادة وقياس نسبة تطور هذا الموضوع، كيف تطورنا بالجانب الصحي خلال هذه الحكومة؟ يعني هو اليوم احنا كنا في استطلاع ميداني في بعض المستشفيات الموجودة في بغداد، هناك أدوية توفر، يعني أدوية باهظة الثمن توفر للأمراض المستعصية ولأمراض صعبة. احنا ما عندنا خبرة بتصنيف هذه الأمراض، لكنه توفر للمواطن العراقي. هناك أشياء بسيطة، يعني الأشياء اللي ثمنها يكون زهيد هي بالمجمل تكون غير موجودة أو قليلة التواجد، لكن الأدوية الصعبة اللي المواطن لا يستطيع شرائها، هناك دفاتر صحية يذهب المواطن لاستلام هذه الأدوية وفرتها وزارة الصحة. من الممكن أن تكون هناك يعني هم يعني أيضا نذكر أنه كان إهمال لبناء مستشفيات، استحداث مستشفيات، توسعة المستشفيات، ضمان الصحي، ضمان الصحي، وهذا ما شهدناه من حرائق في الفترات الأخيرة من استخدام المواد الغير مؤهلة أو الغير آمنة في بناء مستشفيات. هذا كل اليوم تم القضاء عليه، وأيضا توجهت وزارة الصحة إلى استحداث كثير من يعني الغرف الصحية لأجل أن يكون المواطن العراقي، يعني هي الردهات للمرضى كانت مزودة بأسرة جيدة وخدمة على مدار الساعة من أخصائيين وأطباء، يعني جهودهم واضحة في هذا المجال. بالجانب الاقتصادي وتحديدا زيادة رواتب المتقاعدين وأيضا الرعاية الاجتماعية، تعديل رواتبهم وشمول
عدد أكبر بهذه الإعانة التي تقدم لهم؟ شوف، هي حتى لو كانت نسب بسيطة مع الغلاء الحاصل في السوق العراقي، لكن كانت هناك إجراءات تكاملية من زيادة الرواتب ومن ثم من دعم المائدة العراقية، ذكرت لحضرتك قبل قليل، ومن ثم كان هناك يعني الاهتمام بهذه الشريحة. يعني اليوم سمعنا أنه حتى العاطلات عن العمل هناك في مشروع أن يخصص لديهم رواتب للفتيات التي لم تتزوج أو التي لم تكمل تعليمها أو لم تكن لها فرصة عمل. هذه كان هناك مواضيع مطروحة من خلال هذا الأمر، فبالتالي يعني نأمل ونتمنى ونرجو من الحكومة العراقية الاستمرار بهذه الخطوات لدعم هذه الشريحة المهمة، لأنه اليوم أنت تكون شاب يعني الاحتياجات كثيرة ودخل المادي قليل، فبالتالي الحكومة هي مسؤولة عن توفير ولو ما تستطيع به. أنت هي ما من الممكن أن تعطي رواتب لجميع العاطلين عن العمل لأسباب التضخم والأسباب الاقتصادية وهذه الأمور، لكنها تحاول أن تقلل من هذا الخلل الحاصل في المجتمع العراقي. شنو اللي نحتاجه اليوم أو يحتاجه المواطن العراقي من الحكومة أن توفره حتى نرفع معدل، مثلا نطمح أنه نكون بالمراتب الأولى حتى ولو عربيا ما نقول عالميا؟ شوفي، عانى المواطن العراقي سابقا من فقدان الثقة مع الطبقة الحاكمة بالمجمل، فأول الخطوات اللي تحتاجها إعادة الثقة بين المواطن وحكومته أو من ينتخبه، ومن ثم تأهيل المجتمع العراقي لمفهوم الديمقراطية. شلون تعاد هذه الثقة؟ بتقديم الخدمات أم بطرق أخرى؟ لا، أولا بتقديم الخدمات والإيفاء بالوعود وبتنفيذ الاتفاقيات، وأيضا بحلحلة المشكلات وعدم ترحيل الأزمات وعدم افتعال المشاكل بين القوى والمكونات السياسية وعدم تصديرها للرأي العام وعدم تسقيط الآخر على الرأي العام، لأن اليوم أنت بالتالي الصحافة الاستقصائية أو الرأي العام أو حتى السوشيال ميديا جميعا هي منبر يسمعه الجميع، أي معلومة تطرح من الممكن أن تكون سلاح ذو حدين، لأن اليوم العالم أصبح قرية صغيرة بواسطة وسائل التواصل الاجتماعي، فبالتالي الحذر من نقل المعلومة وأيضا توجيه المعلومة الصحيحة لأجل تحفيز العقول العراقية بمعرفة الصح من الخطأ إزاء اتجاهات الحكومة. الحكومة الحالية للإنصاف اهتمت كثيرا بالجانب الخدمي واهتمت كثيرا بالجانب الاقتصادي، كانت زيارة السيد السوداني لميونخ أيضا لفتح يعني الأخيرة في قبل كم شهر لفتح علاقات جديدة مع أوروبا لأجل أن يكون هناك تعاون اقتصادي مشترك ما بين العراق ودول أوروبا بالأخص بريطانيا، بالتالي كانت هناك يعني عرض ملفات كثيرة في هذه الزيارة، خلق موائمة بين جميع الدول والمعاملة بمحور واحد، وأيضا احتواء الموقف الداخلي للقوى والمكونات السياسية بدبلوماسية عالية والتي أطلقت على مسارها بأنه حكومة الدبلوماسية المنتجة. جيد، تفشي الفساد يمكن من المعايير أيضا المهمة بقياس مؤشرات السعادة، والمعيار الآخر هو مدى كرم الناس، هذا اللي ورد بالتقرير اللي تم قياسه. شلون تشوفين التطور بهذا الموضوع في ظل الحكومة الحالية؟ شوف، أولا الفساد لا يقل خطورة عن الإرهاب، بالتالي كانت من أول البرامج الموضوعة في حكومة السيد السوداني مكافحة الفساد، بالتالي واجهنا ورأينا هناك ملفات فساد عرضت كثيرة، كان هناك حديث عن رئيس هيئة النزاهة في الفترة الأخيرة أن هناك شخصيات سوف يتم البت بها يعني مشمولة بالفساد، سيتم البت بها للرأي العام، لأنها يعني بهذه العملية تكون هناك خلق ثقة، أحد بوادر خلق الثقة. اليوم عندك المسؤول يحاسب والمدير يحاسب وأي موظف في الدولة العراقية يحاسب لأجل انتهاكات لخرق المال العام أو هدر المال العام. الشعب العراقي حين ينظر بهذا المنظور من الممكن أن يكون هناك إحساس بالأمان من إداء حكومته التي تكون توجهاتها المصلحة العليا للبلاد. نذهب على الشق الثاني من سؤالك، أنه منظور الكرم الوقت داهمنا، عندي سؤال خارج العراق بثواني محدودة لأن انتهى وقت حلقتنا. أفغانستان جاءت بالمرتبة الأخيرة، لكن الغريب بالموضوع ما قبل أفغانستان كانت لبنان، اليوم المواطن لما يسمع خاصة المواطن داخل البلدان العربية أنه لبنان في المرتبة ما قبل الأخيرة ربما يستغرب، شنو الأسباب اللي جعلت تراجع هذا البلد؟ هو أولا هذا الاستطلاعات تجرى على عينات بسيطة من الناس، أول مبدأ يكون عليها هو
دخل إجمالي الفرد في المجتمع. بالتالي نعلم جيدا المشاكل الاقتصادية الموجودة في لبنان ومن ثم المشاكل السياسية المتراتبة لسنوات طويلة. من الممكن أن تكون هذه جميعها الأسباب يعني واضحة، وامتعاض الشعب اللبناني من سياسة حكومته، وهذه أسباب واضحة جعلت لبنان تتذيل هذا. الباحثة في الشأن السياسي سهاد الشمري يشكرك جزيل الشكر. شكرا لكم على المتابعة. إذن مشاهدينا ختام حلقة الليلة بموجز الأخبار. لتوفير أدوية الأمراض المزمنة. وزير العدل يوقع على انضمام العراق إلى النظام الأساسي لمحكمة العدل الإسلامية الدولية. مجلس الخدمة يحدد 23 من آذار موعدا لإطلاق استمارة التعيين لحملة الشهادات العليا. هيئة النزاهة الاتحادية تعلن عن رصد هدر بقيمة 10 ملايين دولار في حقل الغراف النفطي. وزارة النفط تقرر اعتماد الدفع الإلكتروني بدل النقد للبنزين السوبر والمحسن اعتبارا من يوم غد الجمعة. حصاد اليوم انتهى، شكرا لكرم المتابعة وإلى اللقاء.